ونناقش في هذه الحلقة. محاكمة وعزل الرئيس الأمريكي ترامب تنتهي مساء اليوم، فهل سيسقط مشروع الديمقراطيين في الكونغرس وما آثار ذلك على حظوظ ترامب في الانتخابات القادمة؟ وخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنسف فرص حل الدولتين، فما هي الخيارات المتبقية أمام الفلسطينيين؟ أهلا بكم. يتجه مجلس الشيوخ الأمريكي هذا اليوم صوب تبرئة الرئيس الأمريكي ترامب وفق مراقبين من مساعي الديمقراطيين لعزله، فهل يصدق هذا التوقع وما آثار ذلك على الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر القادم، حيث ستكون الكلمة الفصل للناخبين وأداء ترامب في الفترة الرئاسية الأولى؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر براءته المتوقعة من قبل مجلس الشيوخ لتطوى صفحة إجراءات عزله بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. الجلسة النهائية لمحاكمة الرئيس تحت قبة مجلس الشيوخ تأتي بعد 4 أشهر من محاولات الديمقراطيين لعزل الرئيس على ضوء طلب ترامب من نظيره الأوكراني فتح تحقيق بشأن أنشطة ابن جو بايدن المنافس الديمقراطي المحتمل له في السباق الرئاسي. ويعتبر ترامب ثالث رئيس أمريكي يتعرض لإجراءات العزل والمحاكمة في تاريخ الولايات المتحدة، ولأن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ تبدو تبرئة ترامب بحكم المحققة. ورغم الجدل الذي أثارته محكمة العزل بمختلف مراحلها، إلا أنها لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على قاعدة الرئيس الانتخابية، حتى أن الاستطلاع الأخير لمعهد غالوب يقول إن ترامب نال 49% من التأييد الشعبي بعد هذه المحاكمة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ وصوله للسلطة في يناير كانون الثاني عام 2017. التفوق وفقا لاستطلاعات الرأي ربما أعطى ترامب الجرأة في خطابه الثالث بخصوص حالة الاتحاد، وهو الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، فراح يستعرض خلاله إنجازات حكومته دون أن يتطرق أبدا لموضوع محاكمته. ترامب ومنذ صعوده لمنصة الكونغرس لإلقاء الخطاب بدأ غير مكترث لمساعي الديمقراطيين في عزله، حتى أنه لم يصافح رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوتي وتجاهل يدها الممدودة نحوه، فردت عليه بتمزيق نسخة من خطابه. في القاعة نفسها التي يحاكم فيها وقف الرئيس الأمريكي ينادي بما أسماه العودة الكبرى لبلاده، ويدافع عن كل سياساته الداخلية والخارجية سعيا وراء ولاية رئاسية ثانية، يتوقع المراقبون أن يظفر بها ترامب بسهولة بعد تجاوزه لمحاكمة مجلس الشيوخ.
مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا الحوار. معي فيه مستشار صحيفة الاندبندنت العربية من لندن السيد أحمد أبو دوح، وكذلك معنا من واشنطن الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور إدمون غريب. الرئيس ترامب رفض مصافحة بيلوسي، وربما فسرت على أنها لحظة غرور وإيقان بنجاته من فخ الديمقراطيين، وبيلوسي مزقت خطاب حالة الاتحاد، قيل إنه إقرار بفشل مساعيهم للإطاحة به. هل هذه التفسيرات تصف الواقع بدقة؟ لا أعلم إلى أي مدى يمكن وصفها بأنها دقيقة فعلا، ولكن بدون شك أنها تعكس الواقع القائم الآن في الولايات المتحدة وحالة الاستقطاب الحاد والانقسام الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين. هناك من يقول بأن عدم مصافحة الرئيس الأمريكي لرئيسة مجلس النواب التي كانت هي المضيفة لهذا الخطاب كانت فعلا رسالة تعكس الأول من ناحية ربما النشوة بالانتصار، ولكن أيضا حالة الفجوة القائمة بينها وبين الرئيس ترامب منذ فترة طويلة. كان هناك اتهامات واتهامات مضادة، طبعا هناك من يفسرها بأنها كانت سهوا، ولكن هناك من يقول أنه عندما قدم خطابه لنائب الرئيس أولا كان يجب أن يقدمه لها، وثانيا أنه عندما مدت يدها باتجاهه لتصافحه فأنه تجاهل وتحول أنظاره عن ذلك. هل كانت سهوا أم مقصودة؟ طبعا هنا خلاف، ولكن أيضا كان من الواضح أن رئيسة مجلس النواب أيضا تبنت موقف غير اعتيادي بكل معنى الكلمة عندما قامت أمام الملأ، أمام كل كاميرات التلفزيون، أمام كل الحضور بتمزيق الخطاب، خطاب الرئيس. الأمر الذي رآه البعض على أن هذا لم يغير موقفها، أن الرئيس يتحدث بكلام غير معقول غير مقبول، أن الإحصائيات التي قدمها لغير صحيحة، وبالتالي ولكن أهم شيء هو أن هذا أننا بدأنا نرى أن شيء من شخصنا هذا الصراع، ليس فقط هناك الصراع السياسي، الصراع العقائدي لحد ما، ولكن الآن أصبح هناك أبعاد شخصية لهذه الخلافات ولهذه الصراعات، وربما ما أوصلنا إلى هنا كانت محاولة الديمقراطيين عزل الرئيس ترامب وردود فعله وفعل الجمهوريين عليه. نعم، هناك ربما شبه قناعة تقول بأن الغالبية الجمهورية ستحمي ترامب وأنه سينجو من القضية. باختصار شديد، هل هذا واقع؟ أعتقد أن ذلك هو الواقع. عين الواقع ما لم تحدث مفاجآت يعني غير متوقعة على الإطلاق. كان الديمقراطيون يأملون بأن يصوت على الأقل 2 أو 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعارضين أو الذين سبق لهم أن انتقدوا الرئيس ترامب أن يصوتوا معهم، ولكن حسب آخر المعلومات فأن على الرغم من أن بعضهم انتقد إداء الرئيس بالنسبة لموضوع أوكرانيا، إلا أن كل هؤلاء قالوا حتى الآن على الأقل أن هذه التهم لا ترتقي إلى مستوى العزل. جميل. وبالتالي فإنهم سيصوتوا لتبرئة الرئيس. نعم، سيد أحمد أبو دوح، القناعة واضحة بأن ترامب على الأقل لدى الجمهوريين لم يخرق القواعد الرئاسية أو البروتوكولات الأمريكية، وأيضا يمتلكون غالبية جمهورية، وبالتالي سينجو الرجل. لماذا يراهن الديمقراطيون على جولة خاسرة؟ دعني أصحح شيء أولا علاء، أنا لا أعمل في اندبندنت عربية ولست مرتبطا بها، أنا أعمل في النسخة الإنجليزية لصحيفة الاندبندنت. ثانيا إجابة عن سؤالك، لا مشكلة، أعتقد بالنسبة لسؤالك أتصور أن ليس كل الجمهوريين مقتنعون فعلا بأن المسألة أن الرئيس بريء أو أنه لم يخرق البروتوكولات. هم قالوا حتى هؤلاء الذين هاجموا ترامب قالوا أنه خرق البروتوكول لكنه لم يخرق الدستور، وبالتالي هناك قناعة كبيرة حتى داخل الحزب الجمهوري بأن الرئيس فعل شيئا لم يعني يتضمن في صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة، لكنهم
هناك تبعات سياسية أو لأي تصويت؟ أولا أن هناك خوفا كبيرا من القاعدة الجماهيرية للرئيس دونالد ترامب، وآخر استطلاع رأي أظهر أن ترامب يحظى بتأييد 94% من القاعدة الناخبة للحزب الجمهوري. ثانيا هناك تخوف من المقابل، من سيأتي في المقابل من الحزب الديمقراطي وسط صعود التيار الاشتراكي داخل الحزب الديمقراطي، وبالتالي يعني هناك حسابات سياسية لهذه الخطابات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري. لكن في نهاية المطاف هذا سؤال مهم، لماذا يصر الديمقراطيون على ذلك؟ أنا أتصور أن الديمقراطيين كانوا يعلمون أن الرئيس دونالد ترامب سيتم تبرئته في السنت في مجلس الشيوخ، لكنهم كانوا يصرون على إطالة أمد المحاكمة أطول فترة ممكنة حتى تقترب من موعد الانتخابات التمهيدية في الولايات الأمريكية. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يؤثروا على حظوظ الرئيس دونالد ترامب في إعادة انتخابه في الانتخابات في نوفمبر المقبل. ثانيا هم يريدون إثبات ذلك لقواعدهم الديمقراطية، هم يريدون الحفاظ على تماسك الحزب الديمقراطي، ويريدون أن يثبتوا أن حتى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أيدوا الطرح الديمقراطي أو محاكمة الرئيس دونالد ترامب، حتى لو لم يؤدي ذلك إلى عزل الرئيس، لكن في نهاية المطاف هم أرادوا كسب شرعية من تأييد ولو حتى واحد أو اثنان. حتى هذه النقطة، هل تراهم بالفعل قادرين على التأثير على حظوظه الانتخابية؟ والرجل يتباهى هو حينما استعرض في خطاب حالة الاتحاد إنجازاته اقتصاديا سياسيا أمنيا عسكريا وحتى دوليا. لا، أنا لا أتصور ذلك، يعني أعتقد أن نهاية المحاكمة ستكون الليلة، وهذه ستمنح الرئيس دونالد ترامب ذخيرة لكي يذهب إلى القاعدة الناخبة له ويقول أنني بريء وهذا أثبت من خلال المحاكمة، وأنني لم أفعل شيئا يذكر يستدعي المحاكمة، وأن المحاكمة أصلا هي مسألة خلافات شخصية كما تفضل الدكتور إدموند غريب، وأن المسألة لا تتعلق بمصالح الولايات المتحدة العليا. ثانيا هو يعني أراد أن يظهر ذلك في خطاب حالة الاتحاد، دعني أسميه خطاب حالة الفرقة والانقسام وليس حالة الاتحاد، لما رأيناه من ردود الفعل من قبل الديمقراطيين داخل المجلس على النقاط التي عددها الرئيس والإنجازات، حتى لو كانت مبالغة فيها، لكن في نهاية المطاف رأينا أن الرئيس يستخدم الاقتصاد كسلاح نووي، لأن ذلك أثر فعلا بشكل إيجابي في معدلات البطالة، وأيضا خصوصا في بين الأقليات السود والهسبانيك ومن الأصول الأسيوية تراجعت معدلات البطالة، فعلا استطاع أن يغير أو يجبر الدول الأخرى على توقيع اتفاقات تجارة لصالح الولايات المتحدة. وبالتالي في نهاية المطاف أتصور أن المحاكمة بالعكس لن تضر ترامب، ولكنها من الممكن أصلا أن تؤدي إلى إعادة انتخابه في نوفمبر. واضح تماما. هنا دكتور أدمن غريب، دعنا نتحدث في جزئية خاصة. الرجل ترامب استعرض الإنجازات سياسيا اقتصاديا عسكريا، وبالتزامن مع خطاب حالة الاتحاد مساعي العزل، هل هنا اختار الديمقراطيون أو هكذا جاءت بالمصادفة توقيتا ليس في صالحهم؟ بدون شك أن التوقيت لم يكن في صالحهم، وذلك بعد أن برز بوضوح بأنه لا توجد أصوات جمهورية مستعدة لتغيير مواقفها والتصويت ضد الرئيس أو لإدانته أو حتى لعدم التصويت. ولكن أعتقد أن الديمقراطيين أيضا كانوا كما ذكر ضيفك الكريم، فأنهم أرادوا أن يبعثوا برسالة، أرادوا على الأقل في هذه المرحلة، لأنهم هم تحركوا بسرعة في الخريف الماضي لإنهاء المساءلة ولتوجيه تهم وإدانة للرئيس، ولكنهم أرادوا إطالة المدة في هذه المرحلة، مدة المحاكمة في مجلس الشيوخ، وحاولوا الضغط على الجمهوريين لدعوة شهود، وهذا ما لم يرغب لا البيت الأبيض ولا مجلس الشيوخ الجمهوري الذي زعمه الجمهوريون، أرادوا أن يطيلوا هذه المدة. ولذلك رأينا أن هذه ربما قد جاءت ببعض النتائج السلبية على الديمقراطيين، ولكن على الرغم من ذلك فإن الديمقراطيين أرادوا تلطيخ سمعة الرئيس، أرادوا يعني إثارة أسئلة حول مصداقيته، وهذه
يأملون بأنها ستفيدهم في الحملة الانتخابية، ولذلك ما رأيناه ليلة أمس كانت فعلا بدلا من أن تكون هذه الكلمة عن حال كلها عن حالة الاتحاد، كانت فعلا هي ودعوة لإعادة توحيد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي والديمقراطيين والجمهوريين. الرئيس استمع إلى بعض مستشاريه الذين قالوا له لا تثر موضوع العزل. لا تتحدث هو لم يذكره حتى بكلمة، وفعل بذلك بالفعل بالضبط، وهو فعل ذلك لأنهم لم يريدوا إطالة الموضوع ويعتقدوا أنه كان من الأفضل له ألا يثير الموضوع. في نفس الوقت إلا أنه بدلا من أن يأخذ بعض الخطوات باتجاه الديمقراطيين وجه اتهامات لاذعة على إدارة الرئيس أوباما وللديمقراطيين، وكان خطابه خطابا انتخابيا بدلا من أن يكون خطابا توحيديا يخاطب فيه كل الأمريكيين. نعم سيد أبو داح، هنا الرجل كما ذكرنا أنه لم يذكر كلمة العزل حتى بكلمة واحدة أو تطرق لها، كما يقول الدكتور إدمون غريب بأنها نصيحة من مستشاره، ولكنه حتى غادر الأراضي الأمريكية تحدث عن الملف النووي الإيراني، عن قتل سليماني، عن قتل البغدادي. هل هنا أراد انتخابيا أكثر من كونه خطاب حالة اتحاد، أراد أن يركز ويكثف صورة الرئيس الأمريكي الحاسم إلى جانب لقب سيد الصفقات الذي يحلو له؟ طبعا هو هذا كان خطاب إطلاق حملته الانتخابية بشكل رسمي وبشكل واسع النطاق. أنا أعتقد أن كل العناصر التي ذكرها هي تصب في هذا الاتجاه، بمعنى حتى منطقة الشرق الأوسط يعني لم يركز عليها بشكل كبير، ولكن ذكر النقاط التي تحدثت عنها بشكل عابر، لأنه يعرف أن قواعده الانتخابية لا تهتم كثيرا بالسياسة الخارجية. يعني مثلا لم يذكر كوريا الشمالية على الإطلاق، لم يذكر أمور كثيرة هو كان يأخذها على محمل الجد وكان يعني يخصص لها جزء كبير من وقته كرئيس للدولة، لكن هو يعرف إلى من يتحدث ويعرف جيدا أنه في حاجة إلى هذه القاعدة الانتخابية، وأصبح يعني متمرس للغاية في الخروج باستراتيجية واضحة لمخاطبة هذه القاعدة الانتخابية. كما ذكرنا هو ركز على اقتصاده، ويعرف أن هذا الاقتصاد هو السلاح النووي الذي يستخدمه لكي يعني كعنصر وحيد لكي يجمع الأمة الأمريكية فعلا. ثانيا هو ركز على الأقليات بشكل كبير، وهذه أول مرة خلال الأربع سنوات الذي نرى فيها الرئيس يعني بحسن نية يتقرب محاولة تقرب من الأقليات، على الرغم من آخر استطلاع رأي قال أن الأمريكيين الأفارقة 80% منهم يعتبرون أن الرئيس عنصري، ولكنه ما زال في حاجة إلى عدد محدد من هذه الأقليات لكي يصوت له لكي يفوز في الانتخابات. وبالتالي أنا أعتقد أنه لم يكن مهتما كثيرا بتوحيد الأمة الأمريكية، هذا وضح في تصرفات بيلوسي وتصرفات أعضاء الديمقراطيين الآخرين، لكنه كان مهتما للغاية لطرح نفسه كرئيس كما تفضلت حاسم، رئيس يفي بوعوده، وهذه نقطة في غاية الأهمية، وأيضا رئيس الزخم في اتجاهه، بمعنى أن موضوع محاكمته من قبل روبرت مولر فشل، موضوع محاكمته وعزله فشل، وبالتالي هو الآن يستطيع أن يخرج من هذه المحاكمات كرئيس منتصر، رئيس قوي، رئيس يستطيع أن يحسم الانتخابات المقبلة. هذه نقطة غاية في الأهمية ربما ركز عليها بالقول وربما بالإشارات دكتور إدمون غريب، أنه الرئيس الذي يفي بوعوده وعاد أمريكا إلى عظمتها كما عبر أكثر من مرة. هنا هو نجا من مقصلة الديمقراطيين، أوفى بوعوده الانتخابية، واضح أنه يحظى بشعبية لفترة رئاسية ثانية. هنا الديمقراطيين ما خياراتهم، إلى أين يتجهون في الصراع مع ترامب؟ الديمقراطيون يواجهون تحديات كبيرة، وذلك لأنه حتى الآن لا يوجد شخصية ديمقراطية قوية بارزة يمكن القول بأنها في هذه المرحلة على الأقل تستطيع مواجهة وهزيمة الرئيس ترامب. وهناك حالة الصراع كما شاهدنا في المناقشات التي جرت قبل الانتخابات الأولية في ولاية آيوا، ثم بعد ذلك جاءت البلبلة التي نتجت عن تطبيق أخر النتائج وأثار أسئلة حول طبيعة هذه النتائج وما إذا كان هناك تلاعب بالنتائج كما حدث مثلا أو كما بعض المحاولات لإقصاء بعض المرشحين الديمقراطيين
الديمقراطيين أو لإضعافهم كما حدث في 2016 عندما قامت هيلاري كلينتون بدعم من قيادة الحزب الديمقراطي بإضعاف ومحاولة وتهميش أيضا السناتور ساندرز، ولذلك هذه أضعفت وخلقت بلبلة وأضعفت الديمقراطيين. ولكن كما نعلم جميعا هذا فيلم أمريكي طويل، ومن الصعب جدا أن نتنبأ أو بما سيحدث، لأن المفاجآت قد تحدث، معلومات جديدة، أحداث قد تتطور. هناك الآن أشهر بين اليوم وبين الانتخابات في نوفمبر القادم، ولكن الرئيس هو في وضع أقوى، بمعنى أنه استطاع الخروج من هذه التهم وحدث ستتم تبرئته، وهو أهم من ذلك أحكم قبضته على الحزب الجمهوري. قبل ذلك كان هناك عدد من القيادات الجمهورية وخاصة في مجلس الشيوخ الذين كانوا ينتقدوا الرئيس، يعارض سياساته ويثير أسئلة حوله وحول قدراته، ولكن هؤلاء إما أصبحوا شبه صامتين أو إذا انتقدوا فإنهم ينتقدوا بنوع من الكياسة واللباقة، وبالتالي بالضبط. ولذلك فهو قد أحكم قبضته على الحزب الجمهوري، وهذه ستساعده. ولكن لا يزال هناك المستقلون، وهو يأمل بأن يحصل على دعم من الطبقة العاملة التي صوتت نسبة كبيرة له في ولايات ميشيغان، بنسلفانيا، كارولاينا، وويسكونسن، والتي أوصلته إلى البيت الأبيض. ولكن هناك تحديات، الكثير سيعتمد على الوضع الاقتصادي في البلاد وأيضا على قدرته على التواصل مع هذا الجمهور. نعم سيد أحمد أبو دوح، أمام هذه الجولة الكبيرة التي كسبها ترامب وأمام الإنجازات الاقتصادية الكبيرة وما حقق للأمريكيين، ويبدو من شبه الواضح أو المؤكد أنه سائر نحو ولاية رئاسية جديدة، هل تتوقع أن مفاجأة ما يمكن أن تقلب الطاولة عليه؟ نعم، ما زالت هناك احتمال أن يعني نشهد تغيرا كبيرا في مسار الذي تحدثت عنه. أولا ترامب يفهم جيدا أن خلال الشهرين المقبلين ستتوحد القاعدة الانتخابية له في الحزب الجمهوري، لأننا سنعلم من هو بالتقريب الرئيس أو المنافس الذي ستفرزه انتخابات الحزب الديمقراطي، وبالتالي بناء على هذا الاسم ستتماسك الوحدة الناخبة في الحزب الجمهوري. هذا أولا. ثانيا يعني أنا أعتقد أن الرئيس لا يهمه الحقائق، يعني هو يريد أن يمسك خيط استراتيجية هجومية فقط بغض النظر عن الأرقام والحقائق التي سيستخدمها في هذه الاستراتيجية الهجومية. أعطيك مثال، مثلا هو يقول طوال الوقت لا تدعوا الاشتراكية تدمر النظام الصحي في الولايات المتحدة. طبعا نحن لا نعرف إلى اليوم ما طبيعة المنافس الجديد، هل هو اشتراكي، هل هو ليبرالي، هل هو رأس مالي في الحزب الديمقراطي، لكن هو يستخدم الاشتراكية بغض النظر عن الحقائق على الجهة المقابلة، وبالتالي هذا الرئيس يعرف أو بات خبيرا في الاستراتيجية والخطاب الذي يستعمله ومتى وإلى من يوجه هذا الخطاب. ثانيا أعتقد أن صعود جون بولتون للشهادة مرة أخرى من الآن وحتى نوفمبر المقبل من الممكن أن يقلب الطاولة، بمعنى أن جون بولتون الذي كان مستشارا للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب يكتب كتابا اليوم سيرصد فيه شهادته على الخدمة مع الرئيس دونالد ترامب، وخاصة في مسألة الضغط على أوكرانيا وللتحقيق في ابن جون بايدن، وبالتالي من الممكن أن نشهد استدعاء لجون بولتون في مجلس النواب مرة أخرى من قبل الديمقراطيين لكي يدلي بشهادته تحت القسم، وهذا من الممكن أن يظهر أسرارا كبيرة لخروقات قام بها الرئيس دونالد ترامب، وهو من الممكن أن يؤثر على الرأي العام وتقييم الرئيس دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. نعم دكتور إدموند، بدقيقة واحدة، هل تتفق مع هذه الألغام القادمة أم أن هناك ألغام أكبر أمام الرئيس ترامب؟
هناك ألغام، هذه بدون شك هذه ألغام مهمة التي أشار إليها الأستاذ أحمد، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا أمور أخرى. الوضع الاقتصادي، هناك أسئلة كبيرة إلى أي مدى فعلا سيستمر. هناك بعض الاقتصاديين الذين يحذروا بأن الاقتصاد إلى حد ما سيواجه تحديات كبيرة في خلال الأشهر القادمة، طبعا يجب الانتظار لمعرفة ذلك. أيضا هناك أعداد كبيرة من الأقليات في الولايات المتحدة التي تعارض سياسة الرئيس ترامب، وهؤلاء إذا صوتوا في غالبيتهم إلى لصالح الديمقراطيين هذه قد تغير النتائج. أيضا طبيعة هوية المرشح الديمقراطي ستكون مهمة جدا، وقدرة الديمقراطيين على توحيد صفوفهم أيضا وعلى مخاطبة المستقلين، هذا سيكون عامل أيضا حساس جدا ومهم جدا. وبالتالي فإن الرئيس ترامب لا يزال يواجه تحديات، وإن كان الآن هو في وضع أقوى مما كان عليه في السابق، والديمقراطيين يبدو أنهم على الأقل مرحليا مضاضعين إلى حد ما. نعم، من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، وكذلك ضيفنا في لندن السيد أحمد أبو دوح المستشار في صحيفة الاندبندنت. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، وراء الحدث متواصل معكم من استديوهات الغد في لندن، وبعد الفاصل نناقش. خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنسف فرص حل الدولتين، فما هي الخيارات المتبقية أمام الفلسطينيين؟ مشاهدينا، خطة ترامب للسلام، ما الذي أبقته لفرص حل الدولتين؟ هذا الموضوع نقاشه في رام الله مع زميل بهاء ملحم من هناك مع ضيوفه الكرام. إليك بهاء. مساء الخير علاء، شكرا جزيلا لك، أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه النافذة الخاصة من رام الله، والتي نتابع فيها البحث في تبعات الإعلان الأمريكي عن ما يسمى بخطة السلام. أهلا بكم مشاهدينا. بعد أن حملت خطة ترامب تجاهلا صارخا لحقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم وفق حل الدولتين، تبرز أسئلة عديدة حول مصير هذا الحل والخيارات البديلة عنه. وهنا تقفز للواجهات خيارات عدة، بعضها يأمل بشكل من أشكال الدولة الواحدة، وبعضها الآخر ينذر بسيناريوهات تمضي فيها إسرائيل لترحيل السكان بعد ضمها الأرض. فهل أطاح إعلان ترامب بحل الدولتين تماما؟ وهل من حلول بديلة واقعية تعطي الفلسطينيين حقوقهم المسلوبة؟ ما تسمى بصفقة القرن تنعي بشكل أو بآخر حل الدولتين الذي بنيت عليه جميع الاتفاقيات والقرارات والمفاوضات لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. البحث عن البديل يعيد إلى الأذهان حل الدولة الواحدة الذي نظر فيه مفكرون فلسطينيون وإسرائيليون طوال عقود، ووجدوه مخرجا لأكبر معضلات المنطقة في تاريخها الحديث. نظريا يبدو هذا الخيار هو الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل، ولكن عمليا لا يقل صعوبة عن حل الدولتين المستقلتين الذي جعلته خطة السلام الأمريكية بموقع الميت سريريا. الدولة الواحدة ثنائية القومية إن أنجزت بمعايير الديمقراطية والعلمانية قد تعيد للفلسطينيين بعض حقوقهم التي أسقطتها صفقة القرن ومن قبلها الممارسات العنصرية للاحتلال. لا يبدو ذلك سيئا بالنسبة للفلسطينيين، وخاصة إذا ما كان البديل دولة منقوصة السيادة، ممزقة جغرافيا، متصدعة اقتصاديا، ومعزولة عن محيطها العربي كما تصورها صفقة القرن. على الضفة الثانية، يشكل حل الدولة الواحدة كابوسا مرعبا بالنسبة للإسرائيليين الذين يبحثون عن دولة يهودية كل من يعيش فيها من القوميات الأخرى مواطن من الدرجة الثانية. إذن الدولة الواحدة تهدد ما يسمى بالحلم اليهودي بالوطن القومي على أرض الميعاد، وبالنسبة لليمين المتشدد في إسرائيل فهو يفضل عليه حل الدولتين حتى ولو على حدود عام 67.
ربما تجد بين الإسرائيليين من ينادي بدولة واحدة تستوعب الفلسطينيين دون أن تعطيهم حقوق المواطنة، بمعنى أن يتم ذلك من خلال دستور عنصري أو عبر إبقائهم في جيتوهات مغلقة. لم تعول إسرائيل يوما على خيار الدولة الواحدة في جميع أشكالها، وبحسب مراقبين مثل هذا الخيار أيا كانت صياغته سيضعها في مواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين لا تستطيع تحملها. لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس وسيد جمال زقوت مدير مركز الأرض للأبحاث والدراسات. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سعيد، هناك من رأى وأنت بينهم ربما في إعلان الرئيس الأمريكي عن خطته تشييعا لحل الدولتين وإنهاء له مرة وإلى الأبد، هل الأمر كذلك فعلا أم أن التمسك الفلسطيني رسميا بهذا الحل والدعم الإقليمي والدولي له والتأكيد عليه وفق ما رأيناه وسمعناه من بيانات الأطراف الدولية تشير إلى أن هذا الحل لازال قائما بالرغم من كل الضربات الموجعة التي تعرض لها؟ يعني أنا بعتقد أنه لا مهرب من شكل من أشكال حل الدولتين، يعني منذ عام 1937 وحل الدولتين هو يحوم في سماء هذه المنطقة، وهنالك قرارات دولية متعددة بهذا الشأن. يعني خطة صفقة ترامب هي لا تحيد عن حل الدولتين ولكن تعطي حل دولتين مشوه وفاسد وغير مقبول طبعا من أي طرف فلسطيني. ولكن حتى على هذا السوء هل هو حل دولتين فعلا؟ هل يعني ما سيأخذه الفلسطينيون وشكل من أشكال الدولة؟ هم بصراحة يتحدثون عن حل عن دولة فلسطينية، دولة فلسطينية اللي ينقصها غور الأردن وتنقصها القدس وتنقصها الأغوار وتنقصها أيضا السيادة والأمن السيادة إلى آخره، ولكن يعني تقدر تشد حالك وتسميها دولة، هي شبه دولة أو حكم ذاتي يمكن محسن، ولكن يعني هذا فيه حل للمشكلة الديموغرافية لإسرائيل، ولكن كما قلت هذا حل دولتين مشوه وغير مقبول في جميع الأحوال. لكن ماذا عن حل الدولتين التقليدي الذي حكم قواعد اللعبة طيلة العقود؟ هنالك حل الدولتين التي تنادي به المنظمة والسلطة والمجتمع الدولي، سمه كما يسميه أحد دكتور نسيبي حل الدولتين الكلاسيكي اللي قائم على ثلاثة أضلاع، اللي هو حق العودة حسب 194 والدولة على أساس يعني 67 والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. أنا أقول إنه هذا الحل أصبح ميتاً، ولكن هذا لا يعني يعني إذا صفقة القرن هي ولدت ميتة وإذا الحل الدولتين الكلاسيكي اللي ينادي به الطرف الفلسطيني أيضا قد تداعى، هذا لا يعني إنه حل الدولتين هو انهار. أنا في رأيي هنالك يعني فكرة لحل دولتين اللي يعني إلها فضائل كثيرة واللي هي مقاربة مختلفة تماما، يعني حل دولتين من منطلق تماما مختلف. طيب. وبمقاربة مختلفة اللي هي في مبادرة دولتان وطن واحد، وبقدر أحكي عنها صحيح وسنبحث في تفاصيل ذلك. لكن سيد جمال، هل هذا الحل التقليدي الحل الكلاسيكي حل الدولتين على حدود 67 ووفق المرجعيات الدولية المعروفة هل انتهى بهذا الإعلان الأمريكي بتصورك؟ أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية إدارة ترامب ونتنياهو اليمين الإسرائيلي المتطرف يعني أراد ليس فقط أن يهيل التراب على حل الدولتين، هو أراد أن يهيل التراب على كل الرواية الفلسطينية
وأن يثبت أن هذه الأرض هي أرض إسرائيل الكبرى. وهو لديه معضلة واحدة لا زال لم يكن قد وجد حلا لها، وهي مشكلة السكان الفلسطينيين. لا زال هو يعني يبحث عن مخارج، ربما يعني وضعت في سياق ما وضعت به، وكأن هناك دولة فلسطينية كطعم يقدم للفلسطينيين من أجل يعني إمكانية التعاطي مع ذلك. ولكن هو بالحقيقة يريد أن يسيطر على كل الأرض والسيادة من البحر إلى النهر، وأن يضع الفلسطينيين في إطار محمية إسرائيلية، ولكن دون مسؤولية يعني من قبل إسرائيل عن المستقبل الذي يمكن أن يفتح لقضايا أخرى، سواء كانت ما يقال بحل الدولة الواحدة أو الدولة ثنائية القومية أو دولتان في وطن واحد. ويريد أن يهيل التراب على كل ذلك. ولذلك أنا أعتقد أن الوقت ربما يعني مع كل الاحترام للاجتهادات التي قدمت في السابق والتي يعني يمكن أن تقدم الآن أو في المستقبل، وعلى وجهة الكثير منها بما في ذلك يعني ما يتحدث به الدكتور سعيد، ولكنني أعتقد أن نحن الآن كفلسطينيين علينا أن نعيد صياغة الرؤية الفلسطينية والبرنامج الفلسطيني الذي ربما ساد في مرحلة سابقة، وكأن هناك تباين ما بين حقنا في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتطلبات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. علينا الآن أن نعيد تركيز الجهد الفلسطيني وتوحيد الموقف الفلسطيني على قضية مركزية أساسية، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67، وأن نرمم كل ما جرى من ثغرات في هذا المفهوم. بمعنى يعني أي حديث عن التبادلية، أي حديث عن يعني انتقاص من السيادة الفلسطينية، أي حديث عن تفسيرات يعني غير منطقية يعني الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل سنتيمتر من الأراضي احتلت عام 67، أنا أعتقد يجب أن يوضع جانبا حتى نستنهض كل الطاقات من يعني البي دي اس، وحتى يعني أي يعني فعل نضالي وكفاحي آخر. طيب. من أجل أن يعاد توحيد البرنامج الفلسطيني، لدعني أقول أكثر من ذلك، من أجل إعادة توليد حركة وطنية فلسطينية جديدة قادرة أن تجابه متطلبات المرحلة القادمة. طيب. في سياق ذلك إذا وصلنا إلى هذا المفهوم، أنا أعتقد كل الاجتهادات هي مشروعة ويمكن بحثها، لأننا سنبقى دوما بحاجة أن نفعل الداخل الإسرائيلي. طيب. الذي أراد تمزيقنا، وأن نعيد لنطرح عليه السؤال، هو عليه أن يجيب. طيب. عن مستقبل هذا الصراع، وليس فقط نحن كمتلقين. طيب. لهذا الأمر. دكتور سعيد، في ضوء هذه الاجتهادات وهذه الأفكار الجديدة، وفي ضوء هذه التحديات القائمة على الأرض سواء من سياسات أمريكية أو ترجمات إسرائيلية تضرب حل الدولتين في مقتل كما يرى البعض، لكن حتى اللحظة كما ذكرنا الموقف الفلسطيني الرسمي يتمسك والمواقف الدولية تتمسك وتؤكد بأن هذا هو الحل الوحيد القائم، بالتالي هل لا زال هذا الحل قائما؟ بالتالي هناك معطيات تشير لأنه لم يمت بعد. يعني من الواضح تماما لكل ذي عقل أنه حل الدولتين كما ينادي به الطرف الفلسطيني وكما يفهمه الطرف الفلسطيني قد دعا. يعني إسرائيل اليمينية وقبل اليمينية غير مستعدة مثلا للتعاطي جديا مع قضية اللاجئين. يعني هنالك إجماع إسرائيلي على أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، هنالك إجماع بأنه غور الأردن هو الحدود الأمنية إذا يعني ما كانش جزء من دولة إسرائيل، وهنالك إجماع بأنه الاستيطان لا يمكن تفكيكه. فيعني هذه يعني في حدود الإجماع الإسرائيلي، فيعني في غياب القوة التي تردع إسرائيل وتنتصر عليها أو ترغمها، يعني أنت بدك تبحث عن حلول. يعني وحل الدولتين اللي بتقترحه مبادرة دولتان وطن واحد، هو أنت بتتعاطى مع الواقع اللي موجود ولكن بشكل تاني. فأنت عندك حل لقضية اللاجئين، عندك حل لقضية الاستيطان، عندك حل لقضية السيادة، عندك حل لقضية القدس، وعندك حل أيضا لوحدة البلاد والارتباط يعني الفلسطيني بالبلاد كلها من البحر إلى النهر. فالقدس مثلا، يعني القدس حسب المبادرة التي أنادي بها، يعني مبادرة دولتان وطن واحد،
أنه القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، القدس الغربية قد تكون عاصمة الطرف الآخر، ولكن سيادة مشتركة على القدس. قبل الخوض أكثر في هذه التفاصيل بشكل عام، كيف تختلف هذه المبادرة والتي قد يراها البعض بأنها شكل من أشكال حل الدولة الواحدة، كيف تختلف عن حلول الدولة الواحدة؟ لا هذه مبادرة دولتان وطن واحد، تختلف عن حل الدولة الواحدة. يعني حين نتحدث عن دولة الواحدة الديمقراطية الواحدة للفلسطينيين جميعا يشمل اللاجئين والإسرائيليين اليهود، فيعني هذا حلم، يعني هذا ما نريده أو أقصى ما نريده، ولكن نحن نعرف ونعرف جيدا أنه فيش طرف إسرائيلي لهذا النوع من الحل. طيب. لأنه هذا النوع من الحل يعني هزيمة الصهيونية، ولكن يعني هذا حلمنا البعيد، ولكنه ليس البرنامج السياسي التي في سياق الرد من أجل هذا المستقبل. هذه الأفكار دكتور سعيد، بأن هذه الأفكار تأتي في سياق التمني وبأنها تفتقد للواقعية وإمكانية التطبيق على الأرض. سأعود إلى ذلك لكن بعد قليل. سيد جمال، قصدك أفكار بشأن الدول الديمقراطية الواحدة وربما حتى الأفكار الأخرى اللي أنا بقول هي حلم بعيد المنال، يعني حلم جميل ولكن بعيد المنال. طيب. وحل الدولتين كما ينادي بها الطرف الفلسطيني قد تداعى، وحل الدولتين أو ما يشبه اللي بنادي فيه ترامب وصفة القانون هي اللي ولدت ميتة. يعني. سيد جمال، سأسألك عن رأيك عن هذه الأفكار التي يتم الخوض فيها، لكن قبل ذلك، هذا التمسك تمسك المجتمع الدولي بمرجعية حل الدولتين، هل هو إيمان مطلق بإمكانية تطبيق هذا الحل؟ أم أنه عجز لا حلول أخرى لدى حتى المرجعية الدولية لتقديمها للفلسطينيين؟ أنا أعتقد يعني أن المجتمع الدولي تمسك فعليا بالقانون الدولي، وهناك صراع كوني الآن يعني لما أفرزته الحرب العالمية الثانية حول يعني كيف يمكن إيجاد حلول للصراعات، يعني سواء كانت الدولية أو الإقليمية، وكيف يمكن ضبط العلاقات الدولية يعني على قاعدة التسليم بما أخذ بالقوة بأن يصبح يعني تحت سيطرة الدولة المعتدية، أم أن هناك قواعد يجب أن تكون يعني حكما ما بين الأطراف. أنا أعتقد لا، يعني الحل الواقعي والأكثر مقبولية والذي يمكن أن يتعايش معه الطرفان للأسف في ظل عدم يعني قدرة الشعب الفلسطيني ومن معه من يعني الشعوب العربية وحتى قوى التضامن الدولي على كسر الفكرة الصهيونية في المرحلة الراهنة بما يمهد الطريق لحلول أخرى، أنا أعتقد نعم أن جوهر حل الدولتين يجب أن يفهم على قاعدة الانتهاء الكامل من الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67. هذا الأمر عاش في شيء من الرمادية في المرحلة السابقة من مرحلة ما بعد أوسلو، وكأن تركت إسرائيل وتحديدا فيما عرف برسائل يعني الاعتراف المتبادل، سلم الطرف الفلسطيني بحق إسرائيل بالوجود بأمن وسلام وبالتأكيد على هذه الأرض، أي أنه سلم بجزء جوهري من الرواية يعني التوراتية الإسرائيلية دون أن تسلم إسرائيل إلا بأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد. ولذلك مجرى المفاوضات كان هل الفلسطينيين سيكونوا قادرين على أن يعني يتفقوا مع الإسرائيليين على حدود مفهوم هذه الدولة بمعنى مضمونها. أنا أعتقد هذا المسار هو الذي أوصلنا لما وصلنا إليه حتى الآن. طيب. كان يجب أن تكون المفاوضات قائمة على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل، الإقرار الإسرائيلي بالحقوق الفلسطينية كما عرفتها الشرعية الدولية، ثم تجري المفاوضات على أساس يعني الجداول الزمنية المطلوبة للانسحابات. طيب. ترسيم الحدود ويعني آليات العلاقات الثنائية. طيب. فيما بين الطرفين بما في ذلك كل القضايا التي كانت مطروحة سواء المتصلة بالمياه أو المتصلة بالأمن أو المتصلة بالمعابر والنظام الجمركي وغير ذلك. وقع الفلسطينيون في هذه الورطة التي يدفعون علينا أن نعود. نعم. إذن علينا. طيب. أن نعود إلى النقطة الجوهرية. أنا لست مع ولا أنصح بأن نذهب الآن في لحظة يشعر بها اليمين الإسرائيلي الاستيطاني
بأنه حقق الإنجاز التاريخي بأن حصل على الاعتراف الأمريكي الواضح والمعلن، ويدعون أن هناك أطراف إقليمية وعربية من الخفاء تدعم ذلك بالرواية التوراتية الكاملة أن هذه أرض إسرائيل وأن هناك مشكلة سكانية يجب إيجاد حل لها. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني يمكن أن يؤدي فيما يؤدي إذا يعني استمرينا في البحث في هذه المسائل أن يقال في لحظة ما من الطرف الآخر من إسرائيل دعوا المستوطنين يكملوا النصر. أنا أعتقد أن هذا ما هو قادم. في سياق ذلك أنا لا أعترض على مبدأ يعني بلورة آليات سياسية قادرة أن تعيد رمي كرة النار في الجانب الإسرائيلي، ولكن يجب أن يسبق ذلك أمرا هاما وهو أن يعاد توحيد الشعب الفلسطيني والموقف الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية على أسس واضحة لا لبس فيها، يعني من أجل أن نزيل غمامة ما كان يعني أو ما ساد 25 عاما الماضية من الضبابية التي عاشها في البحث عن حلول هذا الحل الذي يشار إليه دولتين في وطن واحد، هل يحمل جوانبا حقيقية من الواقعي وإمكانية التطبيق؟ ربما نعم، ربما أنا أعتقد، وهو يحتاج إلى جهد ليس قليل، ولكن حتى يكون هذا الجهد واضحا ولا تكون مجرد يعني بحث عن يعني حلول التفافية، لأننا فشلنا في أن نحدد حدود القدس، أو فشلنا في إخراج المستوطنين، أو فشلنا في أن نجد حلولا يعني تلتزم لواقع يعني قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. قد يفهم في اللحظة التاريخية الراهنة أن هذا الأمر ربما يعني التفافا ويعني فيما يعني قبولا بالأمر الواقع بطريقة أو بأخرى. ولذلك علينا أن نعود إلى الأساسيات ثم ننطلق لبحث القضايا الأخرى. ما رأيك في هذا الطرح؟ هل هذه الأفكار التي تدعو إلى بشراكة ما على سيادة القدس، على إعادة للاجئين مع قبول بقاء المستوطنين في ظل هذا الطرح الذي تتفضل بتقديمه، هل يدعو ويحمل تكيفا فلسطينيا مع الأمر الواقع القائم؟ يعني علينا أن نتعرف على المبادئ التي تقوم عليها المبادرة. يعني هنالك يعني حل قضية القدس اللي يعني المشاركة في السيادة، يعني عاصمة لدولتين ولكن مشاركة حقية في السيادة، ولكن هنالك أيضا يعني طريقة لإعادة اللاجئين الفلسطينيين سواء إلى الدولة الفلسطينية أو إلى الدولة الأخرى، وهنالك أيضا طريقة جديدة للتعامل مع قضية الاستيطان. نبدأ بالقدس، هل على فرض تم نيل موافقة الإسرائيليين على هذه الشراكة على السيادة هناك، هل يتوقع أو يعقل أن يوافق الفلسطيني على شراكة مع سيادة إسرائيلية تحديدا على الأماكن المقدسة؟ قد يقول قائل هذا الأمر كان طرح في كامب ديفيد على الراحل عرفات ورفضه، ويطرح شكل من أشكال السيادة الماء أو التشارك أو التنسيق الآن وفق خطة ترامب، بالتالي هذا أمر يرفضه الفلسطينيون بشكل قطعي ومبدئي. لا، أنت يعني ماشي باتجاه تاني. احنا بنحكي عن القدس الكبرى اللي تكون في سيادة مشتركة، يعني القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وفيها شراكة بسيادة إسرائيلية وبما فيها كل شيء، والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ولكن في سيادة مشتركة. طبعا بدك سيادة مشتركة على الشرقية والغربية ولا فقط على طبعا الشرقية؟ على الشرقية والغربية. فيعني بدك ترتيبات خاصة بالنسبة للحرم القدسي الشريف، وبدك ترتيبات، بدك أصلا يعني تتفق على مناطق نفوذ القدس، لأنه بالوضع الحالي يعني فوضى عارمة. ولكن ليس هذا الموضوع أيضا، لا، هو الموضوع يعني جوهر القدس. أنا بتصور في حل الدولتين كما تطرحه هذه المبادرة يعني هنالك مقاربة خلاقة وجديدة للتعامل مع قضية اللاجئين. يعني أنا بدي أرجع اللاجئين الفلسطينيين، والثمن هو بقاء المستوطنين في أراضي الضفة الغربية. لا، أنا المستوطنين من يبقى منهم، يعني احنا بنحكي عن دولة فلسطينية على أساس حدود 4 حزيران 67، من يبقى من المستوطنين في الدولة يكون خاضعا يعني تحت السيادة الفلسطينية، مقيما في الدولة الفلسطينية وخاضعا لقوانينها. فيعني أنا اللي بتوقعه إذا بتقول للمستوطنين هيك، فيعني 80-90% منهم بكونوش مستعدين أن يعيشوا تحت سيادة فلسطينية وخاضعين
يعني النظام السياسي والمحصلة هذه المبادرة لا تحمل تفكيكا للمستوطنات وإخراجا للمستوطنين. هذا يختلف أن أنا أقول بدي أطرد المستوطنين وأفكفك المستوطنات، لا أنا بقول إن هذا طيب. كله يبقى تحت السيادة. طيب وقت انتهى، لكن بالثلاثين ثانية المتبقية سيد جمال لهذه الحلول لقضية القدس وقضية اللاجئين والمستوطنين، رأيك فيها؟ مرة أخرى نقول الأساس هو التركيز على إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار برنامج إنهاء الاحتلال. أنا أعتقد المشكلة ليست فنية باختصار. الموضوع نعم باختصار شديد، يعني الفلسطينيون قدموا في المراحل السابقة أن تكون القدس مدينة مفتوحة، عاصمتان لدولتان في إطار مدينة مفتوحة وهناك قضايا مشتركة فيما بينها. أما بما يخص موضوع الاستيطان والمستوطنين فأنا أعتقد يجب أن يكون هناك شيء رئيسي، أن على القيادة الفلسطينية وفورا أن تتوقف عن الحديث عن التبادلية. وإذا كان من حلول يعني في التعقيدات النهائية بعض المستوطنين يمكن أن يبقوا، نحن لسنا عنصريين ولكن على قاعدة السيادة الكاملة نعم وإخلاء المستوطنات. شكرا جزيلا لك. معلش دكتور الوقت انتهى، الحديث يطول لكن ربما في فرص أخرى قادمة. أشكرك جزيل الشكر دكتور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس، كما أشكر أيضا ضيفنا السيد جمال زقود مدير مركز الأرض للأبحاث والدراسات. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا بهذا وصلنا لختام هذه النافذة من رام الله، نعود ونلتقي في نوافذ أخرى. حتى ذلك الحين هذه تحية مني ومن طاقم العمل، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.